صغار السن. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان. هذا الحاجز التي ادعت تنسيقية مسكن اليوم بأنه قد استولت عليه التنسيق، قد استولت عليه الصحوات. الصفة الثانية: فيهم خفة وطيش، كما جاء في الصحيحين أيضا: سفهاء الأحلام. الصفة الثالثة: كلامهم جميل بخلاف فعلهم، كما جاء في الصحيحين: يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. يقولون ليس عندهم علم ولا يقبلون النصح، والله قد أتينا فوجدنا غير هذا، بل نأسف والله، كم ننادي وكم نناشد العلماء وطلبة العلم يأتون لا يحملوا بندقية ولا يحملوا، نريد أن يحمل العلم ويعلم هؤلاء الناس ويجمع الناس على كلمة سواء. الصفة الرابعة: لا يفهمون القرآن ويستدلون به على جهل، كما جاء في الصحيحين: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. ينذرهم وأنذر عشيرتك الأقربين، أبدأ فيهم وحرض المؤمنين اللي تعرفهم، حرض المؤمنين، خلهم يبدون بالأعمال الداخلية. كل واحد يبغى ينفر يسألك، يبغى ينفر قل لا تنفر، اقتل جندي جنديين وتعال. الصفة الخامسة: يقتلون المسلمين، كما جاء في الصحيحين: يقتلون أهل الإسلام. قال ملا قاري: يقتلون أهل الإسلام لأنهم يكفرونهم فيقتلونهم. لا صف 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 صف، خليني بصلي صف صف. الصفة السادسة: يؤمنون الكافرين ولا يقتلونهم، كما في الصحيحين: يدعون أهل الأوثان. قبول دفع الجزية والعيش كذميين تحت ظل الدولة الخلافة. فتكرم خليفة المسلمين حفظه الله ورعاه على نصارى القريتين بقبول الجزية منهم والعيش تحت ظل الخلافة بعقد ذمة. الصفة السابعة: يرفضون النزول إلى شرع الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء. فلن نقبل التحاكم معكم إلى شرع الله الذي تريدونه، فشرعكم غير شرعنا، ولهذا تفاصلنا وتمايزنا، لأن ديننا غير دينهم وشرعنا غير شرعهم، وإن تشابهت الأسماء. قال فرعون: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الصفة الثامنة: لا يقدرون للنبوة قدرها مع سوء في الخطاب، كما في الصحيحين لما قال ذو الخويصرة للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فإنك لم تعدل. والله ما يغ بالي بهذا القوم، وإني على يقين أننا على حق. لو كان محمد رسول الله حي وكان معنا ودخل على الحضور لانضم إلى دولة الإسلام ورفع راية. الصفة التاسعة: يخرجون من العراق، كما في صحيح البخاري عن سهل بن حنيف قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأهوى بيده قبل العراق، يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. مروق السهم من الرمية.
يزف إليكم إخوانكم في حلف المطيبين بشرى إنشاء وإقامة دولة العراق الإسلامية في بغداد والأنبار وديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى وأجزاء من محافظة بابل وواسط، حماية لديننا وأهلنا، وحتى لا تكون فتنة وتضيع دماء الشهداء وتضحيات أبنائكم المجاهدين. الصفة العاشرة: يخرجون أوقات الحروب والفتن كما في الصحيحين، يخرجون على حين فرقة من الناس، قال النووي، أي وقت افتراق الناس. ولقد ابتليت بهذا الأمر العظيم، لقد ابتليت بهذه الأمانة، أمانة ثقيلة، فوليت عليكم ولست بخيركم ولا أفضل منكم. فهذه عشر صفات نبوية ذكرها من لا ينطق عن الهوى، مطابقة لصفات داعش رأي العين. فهل هناك خبر أصح من خبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو وصف أجلى من وصفه عليه الصلاة والسلام؟